السلام عليكم مرة ثانية. إن شاء الله اليوم بإذن الله حنتكلموا على المحاضرة الثالثة تقريبا محمد، صح ولا؟ المحاضرة صحيح. الثالثة على الميكانيكال فنتيليشن. حنتكلموا إن شاء الله اليوم على الجزئية بتاع التايدل فوليوم، على الفوليو تروما وعلى البارو تروما. تفضل محمد، عندك. طبعا ناخذ ريفيو بسيط يا مجدي على مثلا عشان تكلمنا احنا المحاضره اللي فاتت والمريض بتاعنا رجعوه. طبعا احنا زي ما تكلمنا المره اللي فاتت تكلمنا على كيف نقدر نحسب البلاتو بريشر لما درنا الانسبيراتوري هولد وحسبنا البلاتو بريشر، وقلنا البيك بريشر اللي هو اوريدي عطته لي الماشين يعني الميكانيكال فنتيليشن مهما كان نوعها حتعطيك البيك بريشر اون ذا سكرين. بعدين تكلمنا على كيف نحسب الريزيستنس اللي هي البيك ماينس البلاتو ديفايدد باي ذا فلو، وقلنا الفلو لازم نحوله ل ml بير مينت. بعدين تكلمنا على البيب البوزيتيف اندكس اكسبيراتوري بريشر، كيف نعرف نحسب البيب اللي هو قلنا الاكسبيراتوري هولد، وندي بعد ما ندير الاكسبيراتوري هولد ان الاكتوال بيب دازنت هاف تو بي اكزاكتلي ذا سيم از ذا ديليفرد بيب. وطبعا قلنا كيف نعرف او تو بي، يا اما نحسبوه عن طريقه الاكسبيراتوري هولد يا اما نشوف لي الفلو ويف. وتكلمنا البريشر ويف اللي هي نقدر نحسب منها ان البيشنت تريجرينج ذا فنت اور نوت، نقدر نشوف البيك نشوف البلاتو. وتكلمنا على الفلو لهذا الانسبيراتوري كيرف والاكسبيراتوري كيرف، وكيف نعرف انه ما رجعش للبيز لاين، نقول ان هذا عنده او تو بي. وحسبنا البلاتو، قلنا اللي هي حسبنا قصدي الكومبلاينس، قلنا هي البلاتو بريشر ماينس البيب، لكن قلنا التايدل فوليوم ديفايدد باي ذا بلاتو ماينس البي. هذه الكومبلاينس نستفيد منها في الناس اللي عندهم لونج ستيفنس ونشبعوا البروجريس نتاع الديزيز نتاعنا. طبعا اليوم بنتكلموا على التايدل فوليوم. طبعا التايدل فوليوم طبعا يعني in the past like many years ago they can't ما يعدلوش عليه، كان قبل مثلا يديروا 12 ام ال بير ايديال بودي ويت، مثلا 14 18 10 11، يعني ما فيش قبل ستدي هلبة على التايدل فوليوم. لكن تو احنا نركزوا نذكر فيها في هلبة حالات نشوف انا مرات بوست اوبراتيف نجوا نقوا على 700 800 900 تايدل فوليوم. يعني بس تو الان بصراحه الان نشوف فيها، فهمتك للان مرات نشوف فيها انا بيشت على فيري هاي تايدل فوليوم. يعني صح، طبعا لما نجي نتكلم على تايدل فوليوم، التايدل فوليوم نعتبرش فيه ما نحسبوش فيه عليه الاكشوال بودي ويت. مثلا لما يجيني يقول لي المريض راه طوله 176 ووزنه 130، يعني معناها انا ما نجيش نحسب التايدل فوليوم عليه الاكشوال بودي ويت، نحسب في التايدل فوليوم عليه الايديال بودي ويت. وكنت نقولوا كيف نحسبوه بالمعادله. طبعا قبل ما نمشوا للمعادله ونحسبوا التايدل فوليوم نبو نتكلموا على الفوليوم ويف اللي هو الاخر ويف، هذه هي اللاست ويف، قلنا هذه البريشر ويف الفلو ويف ذيس از ذا فوليوم ويف. طبعا هذا وين نشوف الفوليوم، نقدر نشبح السكيل نتاعها قداش وقداش الفوليوم. طبعا كان ملاحظه ان البيشنت هذا كان واخذ 520 تايدل فوليوم، طب نشوفوا هل هذا ال 520 كويسه بالنسبه للايديال بودي ويت ولا لا. والشيء الثاني ملاحظه بسيطه يعني ان لما تشبح هنا التايدل فوليوم تلقاه انه متساوي كله يعني exactly the same. هذا يعطيك فكره ان المريض هذا عليه فوليوم كنترول، يعني انا البروفايدر اللي نتحكم في الفوليوم، انا اعطيه 520 يعني غصبا عنه حيكون 520 لو البيشنت ان كومبليت سينكروني وذ ذا ماشين، او ان انا الفوليوم حياخده 520 مهما دار. هذا يقول له فوليوم كنترول. لو الفوليوم كان متغير معناه هذا العكس، اني ما نتحكمش في الفوليوم نتحكم في البريشر. طبعا حنتكلم عليها في المحاضره الجايه كيف نتحكموا فيه من الفوليوم كنترول والبريشر كنترول وشنو الاختلاف في الاسامي والاسيستنت مود والتريجر والاشياء هذه. طبعا محمد بارك الله فيك على النقطه الاخيره، هي هذه نتاع الفوليوم تارجت، هي بس توضيح ان الفوليوم تارجت مود يعني انت اللي تقصده ممكن ان اذر وورد ان الفوليوم تارجت، ان احنا كبروفايدر مثلا نجي بنختار المود بتاع الفوليوم تارجت مود اللي هو الاي سي اللي هو الفي سي، حسب كل شركه مثلا الماكيت على الهاملتون تختلف الاسماء، لكن الفكره انك انت يبوت ست اوف تايدل فوليوم. يعني زي ما قلت انت مثلا 520 المريض حياخذ 520. طبعا بين احنا ممكن نبوش نخش في ديتيلز طويله، لكن ممكن نخشها في المستقبل. قصه انه ممكن تعطي 520 لكن البيشنت ممكن حاط ليميتس للبريشر، لو البيك بريشر وصل مثلا ست معين
الفنت يحمل المريض لما يفوتش هذاك البيك بريشر. يعني ممكن نعطوا التايدل فوليوم، لكن لو انه كان تو ماتش فور ذا بيشنت والبيشنت يكح في هذيك اللحظه، لو وصل لست بريشر معينه حيوقف الفنت، مش حيعطيه كل التايدل فوليوم باش يحميه من الباروتروما والفوليوتروما اللي هي ممكن تحصل في المعارض. صحيح صحيح. So, كيف نحسبوا التايدل فوليوم؟ طبعا التايدل فوليوم لما داروا ستاديز مثلا most of the studies showed that the smaller the tidal volume مثلا اللي هو شافوه مثلا لو patient مش ARDS patient trying to be between 6 to 8 ml per kg ideal body weight not the actual body weight. لو patient is usually from 4 to 6 times his ideal body weight. كيف نحسبوا الideal body weight؟ زي ما قلنا احنا مثلا عندنا المعادلتين هما كيف تحسب بيهم، طبعا تلقاهم في اي مكان في تنزل اب في التليفون تاعك، ويعني اتس فيري ايزي دونت هاف تو ميمورايز. احنا نحسبوا فيهم بكره، احنا ديما نحسبوا فيهم بالاب بعد الحمد لله. الاغلبيه يعني حتى تسال ريسبيراتوري ثيرابيز يقول لك قداش الايديال بادي ويت، تقول لك يعني قداش وتحط الفوليوم. لكن المهم يعني لما جيت تحسب عود نفسك انك تحسبها مثلا اول مره يستعمل ميكانيكال فنتيليشن، مثلا عندنا البيشن طوله 170، نحولوا الطول السنتيمتر تو انشز. لما نحولوا للانشز من نحط الارقام هذه في المعادله، حطيت ال50 اللي هي فيكس لان احنا ميل، والبلس الفيكس نمبر هذا ونحسب النتيجه، هي طلع لنا البيشن هو الاكشوال بودي ويت بتاع 130 كيلوغرام، لكن الايديال بودي ويت هو 70 كيلوغرام. يعني لما نحسب التايدل فوليوم بنقول من 6 الى 8 ضرب 70، يعني الفوليوم تاعه المفروض ينحط من 424 ل 560. الاحسن ما نحطش اكثر حاجه، ماذا بيا نبدا بالسمولر فوليوم ونشوف كان البيشنت اوكي، ما فيش ديسينكروني انف فوليوم، تمام. طبعا السؤال اللي يطرح نفسه يعني شو اللي بيتحكم فيه في الفوليوم، يعني شو اللي بيخليني ما تنقول لا الفوليوم شكله هلبه. طبعا في حاجه بنتكلم عليها في السلايدز جايات اللي هي الفوليوتروما، لكن في الاشياء الثانيه اللي نتحكموا فيها مثلا انت لما زيد التايدل فوليوم تاعك هلبه، مرات البيك بريشر يزيد اكثر من اللازم، اللي هو احنا قلنا نبو ليس ذان 35، لان يو نيد ذا بريشر تو ديليفر ذات فوليوم. والبلاتو بريشر قلنا نبو اقل من 30. وتو نتكلم على السلايد الجايه شنو العلاقه بين البيك بريشر والبلاتو بريشر والفوليوم، هل في علاقه بيناتهم او لا. طبعا كملخص التايدل فوليوم سامحني الى جوهر التايدل فوليوم، قلنا ان التايدل فوليوم نحطوه من 6 الى 8 ideal body weight، ولا نحطوه مثلا من 4 الى 6 جماعه ال ARDS ideal body weight، هذا اللي بنحطه نيت تايدل فوليوم، بعدين نشوف البريشر نتاع. That was my point، انه هو احنا في ال ARDS يعني we start with 6 but sometimes we go lower to 4 ml per kg according to your pressures. تمام. طبعا كمثال مثلا لما تجي تفكر فيها، يعني علاش مندير مثلا علاش مندير تايدل فوليوم 6 وشن السبب، وعلاش اخترعوه اصلا هذا، علاش ندير مثلا في بلاتو بريشر 35 ولا 30، علاش بيك بريشر 35، شن الفيسيولوجي بيهايند. طبعا هذا مثلا بيشنت سي تي نورمال سي تي لونج، ذير از نو ديزيز لونج، يعني لما نعطي فوليوم لللونج هذه الفوليوم المفروض يمشي لكل الالفيولاي لانه نورمال، يعني البيب والفوليوم بيمشي لكل الالفيولاي. البيشنت هذا عنده مايلد ديزيز مثلا، عنده الكونسوليديشن اراوند برونكوفاسكولار كونسوليديشن وشويه مثلا باتشي جراوند جلاس اند كونسوليديشن، مثلا حيأثر، عنده شي نورمال لونج. نجي نتكلم على الشخص هذا النورمال لونج صغرت اكثر واكثر، نتكلم على الشخص هذا شبه عنده حاجه بسيطه من نورمال لونج. طب احنا النورمال لونج اللي نبغى مثلا الحاجه اللي نتكلم عليها مثلا لما نتكلم معاكم تو نتنفس وانسبيريشن اكسبيريشن without any effort I'm not dyspneic ومش مداخل اي ايفورت، زي ما عرفها اللي فاضل في اللونج بتاعي اللي هو الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي نسموه فيه الاف ار سي. هذا احنا نقارنه فيه نقول النورمال لونج اللي فاضله هذه الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. زي ما انت شرحت محاضرتك يا مجدي على ما تكلمت على الاي ار دي اس، سمينا هذا في الاي ار دي اس البيبي لونج، وعلى سميناها بيبي لونج اتس فيري سمول كومبيرينج تو ذا بيشنت سايز. النورمال لونج از فيري سمول، لو نعطي مثلا هاي سايز فوليوم للبيشنت هذا في احتمال دي لفولي تروما اللي هي متكلم عليها بعدين ان شاء الله. طبعا كويك ريفيو مثلا غير نفهم نقطه واحده، ان مثلا انت لما تعطي نورمال لونج قلنا ما فيش ولا حاجه، عيطة بيب وفوليوم اللونج كلها انتفخت بمتساوي، يعني ما فيش ريزيستنس، ما فيش باد كومبلاينس، everything went okay، يعني اللي اعطيته الفوليوم مشي بالتساوي لللونجز كلها مثلا. electric lung ولا مثلا collapsed lung part of the lung،
هو الجزء الكولابس نسمه فيه ستريس ريزر. ما تسمع المصطلح هذا تقول شنو هو الستريس ريزر هذا؟ يعني جزء المضروب هذا هو it will raise the stress للأدجسنت متاعها. يعني لو عندك نورمال لونج حوالين الجزء المضروب احتمال لما تعطي فوليوم للجزء النورمال هذا يعني احتمال تؤدي لفوليو تروما لو تعطي هاي فيري هاي فوليوم، لأن اللونج المضروبة بدي لها زي ستريس ريزر حتجبد وتخليه أوفر ديستنشن، وما فيش داعي ندق فيها هلبة، لكن غيرك نوضح المعلومة هذه. يعني انت ممكن تقصد محمد معلش واجين يعني احنا in a discussion way الفكره من ستريس ريزر هذا هو الجزء من اللنج اللي هو اتلكتاتيك اللي هو فيه الكونسوليديشن، هو من اسمه ستريس ريزر وكانه هو بيزيد ستريس في اللنج اوفرول. ماي اندرستاندينج اوف ات واحنا ناقشناها حتى من قبل ان الجزء اللي هو النورمال من النورمال لو ان اللنج كلها نورمال زي ما حكيت انت تعطي مثلا ideal body weight تعطي tidal volume نقوله مثلا roughly 400 ال 400 بتمشي even على كل اللنج، لكن لو في جزء من اللنج ربع اللنج مثلا في atelectasis هذاك الجزء بيزيد ستريس على اللنج as a whole because لانك انت تبي تعطي 400 لكن 400 مش حتمشي للabnormal lung حتمشي للnormal lung وممكن يدير over distension وممكن يدير barotrauma او volutrauma. صحيح صحيح. طبعا نجي نتكلم عليه زي ما قلت انت باراتروما اند فوليتروما. وات از باراتروما اند فوليتروما؟ طبعا لما نجي نتكلم على باراتروما، الباراتروما اللي هي التروما الناتجه عن الهاي بريشر، طبعا باراتروما اللي هي التروما الناتجه عن الهاي بريشر اللي هي نسموها فاست ستريس انجري، مثل ما قلت الاتندنج بتاعك او الكونسلت بتاعك يقول اه لا 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 نبي البريشر اقل من 35 البيك والبلاتو اقل من 30 لان خاف يصير له ستريس انجري، شنو قصده؟ او خاف يصير له بريشر انجري او خاف يصير له باراتروما، اول از ذا سيم، it's a trauma ناتجة من زيادة في البريشر اللي هي مثلا الناتج بتاعها ان ما تبش يخش في نيوموتوركس. الحاجه الثانيه اللي هي الفوليو تروما اللي هو مثلا فوليوم انجري او سترين انجري، وفوليو تروما اتس اول ذا سيم زي ما قلت انت في السلايد اللي فاتت. لما نعطي هاي فوليوم هاير ذان ذا بيشنت نيد ولا مثلا هاير ذان ذا نورمال لونج كومبيرينج تو ذا فانكشن ريجولر كاباسيتي ذات كان ليدز تو فوليوم فوليو تروما which is يعني كان عندك انت normal lung و abnormal lung لما تعطيها high volume احتمال تؤدي الى atelectasis و ERDS و consolidation في lung النورمال. يعني كانك انت خليت البيشنت اسوء مش للاحسن لما انت الفوليوم بتاعك زايد. الترم اللي هو الفيلي اللي هو مثال ventilation هو الفيلي تمام يا الفيلي اللي هي الناتج على الفوليو تروما. طبعا لما نتكلم عليهم كيف المفروض اني نفكر فيهم باي طريقه، مثلا هل انا نستعمل في المعادلات هذه دائما فصل المستشفى؟ لا، هذا في دماغ انت لما توقف على الميكانيكال فنتيليشن تتفرج على الويف تتفرج على البريشرز، المعادله هذه بالتكرار في دماغك ما تلقاها، مثلا في دماغك تتخيل فيها كيف حجم المريض، هل المريض اوبيز مش اوبيز، الاشياء تحكم في المريض. زي ما قلنا احنا بكري as a quick review ان نعطوا البيك بريشر اللي هو البريشر اللي هو required to deliver الـ volume اللي هو نتحكم فيه في البريشر كنترول، ما نقدرش نتحكم فيه في الفوليوم كنترول. طبعا البيك بريشر هذا اول ما يخش اثناء الانسبيريشن احنا قلنا بنديره inspiratory hold to calculate الـ plateau pressure، يعني لما نوقف ما عادش فيه flow done البريشر اللي inside the alveoli this time called the plateau pressure، هذا الـ end of inspiration. وزي ما قلنا لو خلينا المريض يدير expiration ودير hold at the end of expiration سميناه peak pressure. طبعا تو الفكرة متاعي أنا I know the pressure inside the lung inside the alveoli the airway pressure but unfortunately I don't know the pressure around the lung. لما نتفكروا فيها بالعقل يعني أنا عندي pressure داخل مثلا في اللونج رقم معين، يعني لو حوالين اللونج الرقم نفس الرقم اللي عندي في البريشر هذا يعني equal ما فيش فرق، يعني هذه حتنفخ على راحتها وفي بريشر متساوي لها. مثلا لو انا عندي البريشر اللي حوالين اللنج اكثر من البريشر اللي داخل اللنج مهما درت ومهما زدت البريشر يعني في بريشر against الالفيولاي وهذا احتمال يدي لي injury او دي لي atelectasis. الشيء الثاني لو العكس صحيح، لو انا عندي البريشر inside the airway more like than the pressure outside the airway اللي هي البلورا نقولوا هذا في احتمال دي اللي برا تروما اللي هي ستريس انجري اللي هي البريشر انجري ويدخل البيشنت في نيوموتوركس. الفكره شنو هو البريشر اللي اراوند اللنج؟ البريشر اراوند اللنج هو البلورال بريشر. انفورشنتلي اول ذا ميكانيكال فنتيليشن ما يقدروش يقيسوا دايركتلي
the blood pressure. ما فيش طريقة إنك أنت directly إنك أنت to measure blood pressure. الطريقة الوحيدة اللي measure blood pressure اللي هي ما بوش نتكلم عليها هلبة، إنه ما استعملوش فيها هلبة، لكن أحيانًا تبي تستعملها اللي هي تقريبًا في الهاملتون موجودة معاه، يعني تقدر تستعملها في الهاملتون مثلًا اللي هي تحط كاثيتر inside the esophagus. You have to measure exactly where it has to be, and you measure the pleural pressure by measuring the esophageal pressure. الجو في المنطقة معينة في الاسافيجس lower to one third of the esophagus. لما جيت تحط البلورال الكاتر غادي تلقى إن هي تعطيك البلورال بريشر. It's equal to the pleural pressure. الفكرة شنو استفدت لو حسبتها؟ لو حسبتها استفدت إن أنا عندي الانتر البريشر inside the alveoli أثناء ال end of inspiration وعندي البريشر inside the alveoli أثناء ال end of expiration. لو نبي لو نعرف ان البريشر اراوند الالفيولاي نقدر نعدل البيب على راحتي، نقول اوكي ما دام انا عندي مثلا بريشر 10 في الالفيولاي والبريشر في البلورا 15، ال 10 دي مش هتفتح لي الالفيولاي، نبي ات ليست مور ذان 15 باش نقدر نفتح الالفيولاي بتاعي. طبعا هل نستعمله فاحنا هل بالشيء هذا ونحسبه في الترانس؟ هو طبعا نسمو فيه ترانس بولمونري بريشر اللي هو انسبيراتوري ترانس بولمونري بريشر هذا ات دي اند اوف انسبيريشن، or expiratory transpulmonary pressure هذا at the end of expiration. طبعا مش عارف انتم ماشي في المستشفى بتاعك، طبعا المستشفى بتاعي يعني في حياتي كلها يعني في ال last 3 years مثلا درتها 3 مرات فقط الاسوفجيال بريشر تمام، مرتين نجربوا في الميكانيكال فنتليشن جايبين جديد الهاملتون يورونا فيه عليه، ومره درتها يعني for real ان انا البيشنت بتاعي كان very obese patient ونعطيته البيب معين I think his oxygenation wasn't good. Then my attending said, no, let's measure his esophageal pressure. بش نعرف the pleural pressure. Accordingly, we can increase the PEEP. Okay. هي a very good point. احنا ممكن نديرو pause شوية محمد لأن the amount of information مرات تكون too details. We have to discuss this. لأن eventually we have to go into more advanced topics. أعتقد النقطة اللي أنت شرحتها بطريقة ممتازة اللي هو احنا بشكل عام ليش احنا او اعتقد السؤال ممكن نبدا من الاول، احنا لو اعطينا المريض بيب اوف سي 15 واف ار تو اوف سي 80، المريض هذا مثلا سيفيرلي هايبوكسيك اي ار دي اس واعطيته بيب اوف 15، السؤال باش ندخل في نقاش النقطه هذه اللي بيجي ان هل البيب هذا اللي انا اعطيته للمريض عنده هايبوكسيا حاطه على اف اي 280 وبيبو 15، هل البيب هدايا too much for the alveoli that might cause a rupture and pneumothorax اللي هو انت سميتها ممكن تكون pressure او stress problems على الالفيولاي اللي هي ناتجة من too much بيب، او هل البيب هذا اللي اعطيناه small to open the alveoli وبعدين تقعد عندنا ديما atelectasis وما درناش حل، يعني لو ان اعطينا شوية ما نفخير لأنه بنقعد في هايبوكسيا وما نقدرش نفتح الالفيولاي ما فيش جاز اكسشينج، ولو اعطينا هلبة ممكن ندخله في نيوموثوركس والمريض اوريدي عنده اي ار دي اس وهايبوكسيا وممكن يولي بعد ربع ساعه سيفيرلي هايبوكسيك، نبدا نقول لك شنو صار خير المريض خش هايبوكسيك نديروا اكسترنج وعنده نيوموثوركس. فالسؤال فعلا واعتقد دائما عندنا واتس ذا اكزاكت بيب واتس ذا رايت اماونت اوف بيب، واعتقد انت شرحت بطريقه جميله ان في المريض اللي هو خلينا نقوله مثلا المريض اللي هو مثلا سليم ما عندهمش too much fat around the lung, they don't have compartment syndrome in the abdomen, they don't have too much edema in the chest, they don't have a rigid chest wall syndrome اللي ممكن نشوفوه في حالات الفنتانيل. المرضى اللي هم سليم و very thin لو اعطيتهم بيبو 15 حيطلع عليهم بيبو 15 حيكون more likely هذا البيبو اللي اخدوه ويفتح الالفيولاي. وعاده البلورال بريشر او انترا بلورال بريشر رايتلي نيمد انه يكون ايكوال للالفيولاي، لكن سؤالك حيكون لو ان مريضي مثلا سيفيرلي اوبيز او المريض بتاعي عنده مثلا كومبارتمنت سيندروم ابدومين او عنده مثلا اكتشست وول، هل البيب اللي انا اعطيته 15 از ريلي ذا سيم بيب نعطيه لي واحد سليم؟ السؤال هنا قالوا انه لا، ان المفروض ان نحسب قداش البريشر حوالين اللنج ونديروا الاسفاجيه البالون اللي قلت عليها، وانا بصراحه يعني استخدمناها في الـ في المونري فيلوشيب في مارشل على ما تذكر
بعدين لما مشيت مثلا لما مشينا درناها في تكساس تك يونيفرسيتي ما كانش عندهم بوك. انا لما جبتها قالوا حياة شنو هذه وكذا، فكان النقاش انه ممكن نستعملها، فمش كل مكان تو احنا في المستشفى عندنا مثلا ما نستعملش فيها الحق يعني، فمش كل مكان فيه. لكن اعتقد انا معلش انا طولت، لكن اعتقد از اوتكم لو ان المريض بتاعي كان سيفيرلي اوبيس مور لايكلي ال15 اللي انا اعطيتها ممكن ما تفتحش البيب، ما تفتحش الالفيلاي، ممكن نحتاج اكثر، ممكن المريض عنده بريشر اراوند ذا لنج مور ذان اي اكسبكت. ايه زي مثلا على سبيل المثال اليوم في الاي سي يو جاني بيشنت كوفيد بوزيتيف بيشنت، هي ديفولت اي ار دي اس، طبعا درنا له انتيوبيشن، بعدين قعدت نعلي ان الاكسجينيشن كان فيري بي اف ريشيو بتاعه كان فيري لو، كان ليس ذان 130، so we increase the peep, we reach like 20 of peep and he's still hypoxic. Okay. He's was he obese? Morbidly obese. Was he or she obese? Yeah, he's morbidly obese. His BMI is 60. His BMI is 60. He was like تقريبا 370 pound or 400 pound. المهم طبعا في الاخير يعني انا خلاص وصلت ل 24، قلت له تنق يعني مش حنقدر نركب وصلت ل I don't think that we need more peep. يعني he's not improving. وانتو حاطين على FI200 و PEEP of 24 and he's still hypoxic. Okay. 20 لا 20 في البداية 20 لما طبعا وصلت 20 البلاتو بريشر كان 35 البلاتو. قلت له راك عم نزيد يعني بعدين قعد قال لي هذا اوبيس بيشنت انت اوريدي فوت البلاتو بريشر بتاع 30 اوريدي فوت قلت خاطر انه اوبيس خلينا نفوته خلاص عادي تمام. كان جاي للتنينج بتاعي جاي طول يعني قال لا خلينا نزيده البيب. طبعا وصلنا البيب لل 24 كان البلاتو بريشر 42. طبعا بعدين قلنا لا والله بالك نسيل بريشر انجري كذا. بعدين لما جيت افكر فيه انه هو فيري اوبيس البيشنت يعني مستحيل البلورال بريشر بتاعه ليس ذان 20 يعني 100% حيكون اراوند 15 16 البلورال بريشر بتاعه يعني مش حتخاف لو تعطي بيب زي هذا يعني طبعا البريشر حوالين اللنج. معلش محمد حبيب نوقفك شوي، معناته انت توقعت انت 24 اللي عطاها لو عطاها لواحد سليم كانت حتكون ممكن انف، لكن لواحد اوبيز معناه عنده بريشر حوالين اللنج داير كومبريشن للالفيولاي ممكن يحتاج اكثر بيب. صح عليك، وهذا عشان البريشر اراوند الالفيولاي فيري هاي، ذاتس واي هيز بلاتو اند بيك بريشر از هاير ذان ذا ريجولار بيبل. يعني يو نيد مور بريشر تو اوفركم ذس ديستنشن فروم اوتسايد واللنج نفسها. هذا لاش يعني كانت يعني وزدنا البريشر ما قسناش الاسفجيال بريشر، ما قلت لكم نستعملوش هالبه، لكن قلنا لو غضوه ما فيش تحسن حنديروا الاسفجيال بريشر ونشوف البلور بريشر. يعني طبعا زي طبعا ان في ناس يعني مارين على الريسنت ستدي، في ستدي دارت وذير از نو ديفرنس، ذير از نو ديفرنس ان مورتاليتي، ذير از نو ديفرنس ان دايز اوف ميكانيكال فنتيليشن، لكن الفكره ان البوبوليشن اللي كانت انفولف ان ذس ستدي ذي وير نوت اوبيس بيشنت، كانوا بيشنت يعني less than 30 BMI. شكلي عندي كوفيد حتى انا خلاص. لا ان شاء الله لا. المهم طبعا الحاجه الثانيه بنتكلموا على الفوليوم تروما، يعني مش نكتروا فيها هي الوقت يعني ابسط من البريشر. الفوليوم تروما اللي كلمنا عليها هي الفوليوم تروما او سترين تروما، زي ما قلنا ان احنا تعتمد على النورمال لانج. احنا يقولوا ان علاش قالوا 6 ميل از سيف واي او 7 او 4 او 5. طبعا احنا زي ما قلنا for example احنا قلنا تعتمد على الفانكشن والجدول الكاباسيتي وشرحنا عليها، اللي هي احنا نعتبر فيها النورمال لونج اللي هي فاضله نورمال اتس نوت افكتد. فور مثلا على سبيل المثال عندنا identical twins exactly the same the same length the same everything okay one of them his ideal body weight is 75 and his lung the normal lung is 1 liter الFRC. والثاني كان عنده نفس الشيء بالضبط لكن اللنج الفوليوم تاعها هي سيفير ديزيز ال normal lung it's only 100 ml. أنا جيت قلت ideal body weight متاعهم والله يزوز 75 يعني نعطي 6 ml per kg تطلع لي حوالي 450. لما نعطي 450 نعطي 450 لكل واحد، شو اللي يحكم في strain متاعي؟ شو اللي يخليه نفكر إن هذا البيشن ما تصير له volume trauma أو لا؟ طب إحنا نشبحه الفوليوم اللي عطينه اللي نتحكم فيه نقسموه عليه الفوليوم اللي البيشنت عنده في اللنج بتاعه قداش نورمال لنج هي هاز. مثل المريض الاول لو عيطه 450 قسمها على 1000 سترين اندكس بتاعه 0.4، لكن المريض الثاني لو ناخذ مثلا 450 نقسمها على 100 سترين اندكس 4.25. يعني شوف اتس ا فيري بيج ديفرنت، ات ديبندس ا لوت
عليه الـ patient normal lung. هذا علاش لما داروا 6 ml لقوا انه هو smaller size, that's right, but it's at least it might be safe for everyone. It might be safe for everyone. It's not 100%. محمد, it might be safe for... Yeah, just to make it also simple. المريض example number two, لو انت بديت بـ normal lung مثلا say COPD وعطيت large volume, ممكن بعد 3-4 أيام تلقاه في ARDS. علاش؟ لأن درنا too much volume دخلناه في VILI اللي هي Ventilation Induced Lung Injury, صار فيه damage للالفيولاي, leaking of the fluid, خلى البيشنت bilateral opacity and ARDS. بعد 3 أيام نجو نقول والله مش عارف علاش خش في ARDS, هاي خلنا نبدو نديرو بروننج ونبدو نديرو low tidal volume. ما هو كان من الأساس المفروض نبدو بلو tidal volume. صحيح, زي ما قلنا طبعا وتكلمنا لها في البداية, قلنا هذا عنده normal lung وهذا عنده very small baby lung, يعني الفوليوم اللي معطيه البيشنت هذا المفروض ما يكونش نفس الفوليوم هذا. لكن يعني طبعا ما اعرفش شنو هو اللونج فوليوم, لكن يعني غير اننا نتوقع ان هذا his normal lung volume is very low comparing to this one. هذا علاش يعني نحاول ان from the beginning I start low and then I try to go up if the patient needs more volume, if there is no like peak pressure is normal, plateau pressure is okay, I have more space, then I can go up. And we will explain more and more in the next lectures. يعني لما نتكلموا عليه طبعا محمد طبعا مثلا في السلايد جاي بعد انك بشحنيت مبينوا انه وين وصلنا. احنا ديما في ستراجل ما بين التايم ما بين ان ندخلوا في ديتيلز في المواضيع. احنا وصلنا للنقطه هذه, بدينا بالتايدل فوليوم, كان نقاشنا على الفوليوم ويف, وبدينا بالتايدل فوليوم. قلت انت المحاضره اللي هي الايديال بادي ويت كيف نحسبه, نعطوا ما بين 4 6 الى 8 ميل بير ايديال بادي ويت. وبعدين تكلمنا شنو مضره انك تعطي تو ماتش فوليوم اللي هي الفيلي اللي هي الاي ار دي اس بيكتشر, او انك تعطي تو ماتش بريشر ممكن تدخلهم في نيوموثوركس والبارتو. صحيح. صحيح, وتكلمنا عليهم مشرحنا عليهم يعني. تمام, طبعا احنا تو السلايد هذه يعني بارك الله فيك على الكويك سمري, يعني على الاقل تبدا ايزي هي نيكست سلايد. طبعا السلايد هذه اللي قلت انت تو حاليا نبغى ندير كونكشن بين الباروتروما والفوليتروما. هل في كونكشن بيناتهم ولا؟ احنا قلنا الباروتروما اللي هي البريشر تروما اللي هي ستريس انجري, وقلنا الفولي تروما اللي هي الفوليوم انجري او سترين انجري. هل في كونكشن بيناتهم ولا؟ الستديز داروا اللي هو يعني جاتا توني دار يعني هي لايكس فيسيولوجي, اللي هو جاي قال لنا والله درت الستريس اللي هو ستريس تروما ايكوال كونستنت تايم سترين. طبعا شنو هو الكونستنت هذا؟ الكونستنت هذا اللي هو الالاستنس. طبعا الالاستنس اللي هو عكس الكومبلاينس, يعني لو انت عندك لايك لو لاسنس ما عندك هاي كومبلاينس, لو عندك هاي لاسنس عندك لو كومبلاينس. طبعا شنو العلاقه بيناتهم؟ لما نجي مثلا نقول احنا ستريس انجري او باروتروما اللي هم قلنا زي بعضهم, ولا انجريس ولا انجري سترين ولا فوليو تروما. شنو هو ستريس انجري؟ از ا كويك ريفيو, وي سيد ان ستريس انجري اللي هو ديفرنت ان بريشر ويل بي هاي, يعني ديفرنت انسايد ذا اير واي بريشر اند بلور بريشر ويل بي هايير ذان نورمال. طبعا الايرواي بريشر نقدر نحسبه, اللي هو نقدر نحسبه البلاتو بريشر او نقدر نحسبه البي بريشر ات ذا اند اوف اكسبيريشن. لكن المشكله زي ما قلنا البلورال بريشر يوزوالي اتس ان نون, وي دونت نو ات, اي ويل نوت دو اسوفجيال بريشر فور ايفري ون. لما نجي نتكلم على الفوليوم احنا قلنا سترين او الفوليو تروما تعتمد على التايدل فوليوم ديفايدد باي ذا اف ار سي هي فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. التايدل فوليوم مين نتحكم فيه؟ يعني نقدر نعطيه للمريض, نبي نعطيه 400, نبي نعطيه 500, نبي نعطيه 6 ml per ideal body weight, 8, 12, whatever I want to give this patient. لكن بالنسبة للFRC, I cannot know it. I don't know it. He has a diseased lung. زي ما قلت انت في المحاضرة متاعك قبل, السايز متاع اللنج هذه في الERDS مثلا نسموه فايل بيبي لنج. في النورمال لنج مثلا, it's normal. لكن في الديزيزد لنج, I cannot detect this. طبعا نحن في الICU, ما نتعملوش مع باشن شي دار مثلا عمليه على رجله واللنج بتاعها نورمال. Most of the patients who are intubated they have lung disease, but even if they have normal lung it's better to avoid الفيلي هي الفوليوم induced lung injury. طبعا شو العلاقه بيناتهم؟ كيف معناها ان ستريس ايكوال كونستنت سترين؟ لما داروا ستدي بتاعهم لقوا ان في الانيمالز فيرست لقوا ان الكونستنت هذا ان هو يوزوالي نورمالي ايكوال 12. يعني لو الكونستنت هذا ايكوال 12 يو ار سيف. لو في الانسبيريشن الكونستنت هذا مثلا equal مثلا 12 you are safe. علاش؟ تقول لو انك انت الكونستنت هذا equal 12 strain equal 1 معناها انت البريشر بتاعك سيف. كيف؟ لو 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 انك انت التايدل فوليوم اللي اعطيته مقارنه بالاف ار سي لما قسمناهم على بعضهم
stress result came back 1 يعني نتيجة 1 معناها هنا عندي هنا stress مش حيصير لي stress injury ومفروض ما يصليش volume injury. كيف نحسبها؟ يعني قلنا زي ما قلنا مش حنقدر نحسب الاسوفيجيال بريشر، لكن انا ايش مندير؟ عندي بارامترز. خلنا ترى البيك بريشر بتاعي قداش؟ less than 35. ترى البلاتو بريشر بتاعي قداش؟ less than 30. ترى الفوليوم بتاعي قداش؟ it's around 6 ml per ideal body weight. اوكي تمام، وهذا كل معادلات مفروض انا حاليا ان لو نحط اسوفيجيال بريشر ونقيس مفروض اطلع لي النتيجه بتاعي من 12 ل 20. More than 20 that's you will start having the lung injury and pressure trauma and volume trauma. طبعا هل المفروض نرجعها هذه نحفظها صم؟ لا، ما فيش داعي انك تحفظها صم. هذه انك just you need to understand ان there is a relation between stress and strain. If you go up in your volume you will lead to volume injury and you might lead لما تؤدي الى volume injury شن بيصير؟ الكومبلاينس بتاعك حينقص، حتبدا stiff lung لانك انت you injured more normal alveoli. معناها البريشر شن حيصير له؟ it will go high because compliance is high. معناها حتدير باراتروما، والعكس صحيح لما نمت الباراتروما احتمال ان deliver more volume وهذا بيؤدي لي الى volume injury. So it's related. النقطه كسمري نبيك تحط في بالك ان both stress and strain or volume trauma and barotrauma are related to each other. بالضبط. طبعا هي هذه ممكن تكون بس foundation السلايدز هذه محمد، اعتقد احنا في المستقبل المفروض ممكن خصصوا 2 سلايدز او 3 على الاسوفاجيال بريشر والترانسبلمونري بريشر في حاله الانسبيريشن والاكسبيريشن، باش على الاقل as a clue for the lung injury at least in the future. Yeah. طبعا هذه السلايد تقدر ترجعوها يعني بروحكم، مش لازم تكلموا عليها، انك مثال وارقام يعني تقدر تقراها في اثناء الفرج على الفيديو. We don't want to spend time in this slide. طبعا نرجعوا لمريضنا الاول. طبعا انا تو نقولوا ان بدينا من الصفر تو حاليا، حضرت انت ثلاثه محاضرات هما وجاك المريض هذا، وانا قلت لك بالله المريض هذا حطوا لي على الفوليوم كنترول. قلنا عندنا سيفير سي او بي دي، ريكيرنت اكسيرفيشن، عنده تاكيبنيا اند ديسبنيا، وعنده هايبوكسيك اند هايبركابنيك ريسبيراتوري فيلير، ووزنه او طوله سوري 176، وطلعنا الايديال بادي ويت بتاعه. طبعا اللي نحطه المريض ده هو عليه البارامترز بتاعي. جيت شبحت اول حاجه لقيت حطيت التايدل، حطيت الاف اي 2 متن 100%، زي ما قلت ديما نبدا ب 100% الاف اي 2 اي كان جو داون سلولي. جيت حطيت بيب اوف 5. جيت طبعا ريسبيراتوري ريت يوجوالي اف ذا بيشنت واز نورمال هي دازنت هاف اني لونج ديزيز، حطوا فيه مثلا 14 15 ريسبيراتوري ريت. لو ان البيشنت مثلا نورمالي يو نو يور بيشنت بيفور يو انتبيرت نورمالي هي بريثز لايك 20 بريث بير مينيت، اتس اوكي تو بوت ات لايك كلوز تو هيز نورمال بريذنج لايك نورمال ريسبيراتوري ريت. يو كان بوت ات لوور ذان ذات، هي ويل اوفر يعني هي ويل بريث اوفر ذا فنت يعني، لكن مش حلاها بعدين يعني البريشن بتاعك لو انه مش فولي سيديتد وبارالايزد تقدر تحط انت على 15، لكن هو يبي يتنفس 20 يتنفس 20 هو حر يعني. الشيء الثاني التايدل فوليوم اللي هو حسبناه عن طريق الايديال بادي ويت، قلنا وزنه 70 حطيناه على 6 ml اللي هي 430 مثلا او 6.5. طبعا لما حطيت البارامترز هذه وعملت لي البيشن بتاعي بما انه هو سي او بي دي، حطيت عليه برونكو دايليترز، عليه مثلا البيترول انهيلر نيبولايزر ديورينج ذا ميكانيكال فنتليشن، ومثلا عطيتها اي في ستيرويدز او اورال ستيرويد اف يو كان تيك اورالي طبعا، ونعرف ان الابزوربشن بتاعها تمام. عطيتها الاشياء دي كلها، جيت نحسب، جيت البيك بريشر بتاعها لقيتها 30 which is very good. جيت لفيت قلت خلينا ندير انسبيراتوري هولد ونحسب البلاتو بريشر لقيتها 27 which is good. جيت قلت انا خلينا نشبح البيش هذا قداش البيب اللي عطيناه 5 والبيب اللي هو عنده 7، هي از ا ليتل بيت اوف او تو بيب ايفن اف يو لوك ات ذا فلو ويف، بس يو نو وات هي از ا كرونيك سي او بي دي سيفير ريزيستنس. It will go away by time. I can like treat it like every other sessions of مثلا bronchodilators. It will help. طبعا جيت البيش متاعي get out. طبعا لين استريح البيش متاعي stable. البيش متاعي okay. How can I follow this patient? I will calculate resistance, his compliance. Put it away. Like most of the mechanical ventilation, you can save it in the mechanical ventilation. And then next time I come, okay, I did some treatment. I start him on antibiotic. He has a community acquired pneumonia. Let's say that I start him on levofloxacin or I start him on azithromycin plus ceftriaxone according to the new guidelines. وجيت قلت انا مثلا خلاص اوكي تمام، البيش هذا على الانتيبيوتكس، على البرونكودايليترز، على الستيرويدز،
وعدلت الميكانيكال فنتليشن بتاعها، بعد سنجين دي ريفيو للميكانيكال فنتليشن لقيت نفس كل شيء تمام وكل شيء 100 100، doesn't need to be adjusted. جيت لقيت البيك بريشر مور ذان 40 والبلاتو ذا سيم، there is nothing. Oh, that's a resistance problem. I need to fix this. Maybe mucus plug. Maybe I need to do suction. لقيت البيك والبلاتو زوز عاليات. Oh, مشكلة. مرات أنا كان البريشر بتاعي عالي والبش بتاعي ده صار له نيوموتوركس ولا صار له مثلا فيلي اللي هي الفنتليت انديوس لونج انجري وفي ار دي اس وش نزعم صاير. خلينا نراجع الكومبلاينس من جديد، خلينا نراجع السيتنج بتاعي من جديد. هذا علاش مش من الصح انك تحط الميكانيكال فنتليشن ان يو جو اواي. طبعا تو بي اونست وذ يو، يعني احنا تو هنا كان مثلا البراكتس بتاعي نحطه مثلا بعد ساعتين ثلاث ساعات حنجي نتاكد من الميكانيكال فنتليشن. علاش؟ ان عندنا الريسبيراتوري ثيرابيست او التكنيشن هيمشي كل ساعه هيتاكد وبيجي يقول لي اسمع دكتور في واحد اثنين ثلاثه ايش رايك؟ طبعا هذه البيش بتاعنا المفروض هي از دوينج ويل، يو جونا ويك هيم اب وان شاء الله يمزج. ما قلت انت يعني البلان بتاعنا يوم ليمات حنتكلموا عليه السيديشن ديورنج الميكانيكال فنتليشن، وات تايب اوف سيديشن، هاو اي ويك اب ماي بيشنت، واتس ذا سبونتينيوس بريذنج ترايل، وين اي كان وين ذا فنتليشن اند اول اوف ذس ستاف. اوكي اعتقد ما طول. لا فيري نايس. اعتقد من الكلام اللي قلته كلام كله جميل. النقاط المهمه اللي قلتها ان احنا مجرد ما نحط البيش على الميكانيكال فنتليشن، مرات احنا نبدو في الاي سي يو يبدو مثلا في مجموعه مرضى من الخمسه سته مرضى على الفنتليشن، احيانا عندك اللوكجري ان عندك مثلا فيل يعني ار تي ريسبيرتوري ثيرابي موجودين يلفوا على المريض، احيانا يكون عندك يعني النيرس تكون اي سي يو نيرس يعني تكون paying attention. بس دائما احنا في العاده نبدو مثلا بعد ساعه ولا ساعتين نجي نمر مثلا انا شخصيا مثلا مر نشوف مثلا الويف فورمز، نلاقي الويف فورمز مثلا سموث، البيك بريشر مش هاي، بلاتو بريشر مش هاي، ممكن ندير ريسبيراتوري هولد اكسبيراتوري هولد نشوف بيش ما عندهاش اوتو بيب، بيش ما عندهاش هاي بلاتو بريشر، البيشنت بريذنج ان سينكروني وذ ذا فنت، يعني البيشنت ماهوش ستراجلينج وذ ذا فنت. كيف نعرف انه ستراجلينج؟ ان البيشنت في تشينج في الويف فورمز هلبه، ان البيشنت دي ساتنج، ان البيشنت مثلا بريذنج مثلا 30 والفنت مثلا عطي للبيشنت يبدا ديسينكروني مع البيشنت يبدا في ستاكينج بريث. هذه ممكن كلها تتلخص بعدين في محاضره نسموها ديسينكروني، ان نتكلموا ان المريض هل هو سينكرونايزنج مع الفنت، الساتن بتاعه كويس، الويف فورمز بتاعه كويسه، النمبرز كويسه. يعني انا لو مريت لقيت ان الويفز كويسه، النمبرز كويسه، البيك بريشر، البلاتو، البيب، الاوتو بيب ما فيش، لقيت كل الارقام هذه كويسه. رقم ثلاثة كلينيكال البيشنت سيمز فيري كومفورتبل اون ذا بيد، مش واحد مثلا فايتنج اور ان ديسينكروني. تكلمت فايتنج وذنت هي معش مرغوبه عاده بدنا نقوله ديسينكروني وذ ذا فنت. لو حسيت بشويه شكوك ممكن نطلب اي بي جي بمجرد ان بنعرف شنو الوضع البي او والبي سي او 2، كيف نقدر نغير الفنت سيتنج بحيث ان نخليهم كلوز تو نورمال فيسيولوجي. اعتقد صحيح. اها هذه طبعا السلايد الاخيره درت لك فور ذا بيجنر، يعني اللي بادين واول مره يسمعوا على الميكانيكال فنتليشن او يعني they just started. طبعا يقدر يشوفوا هذا البيشنت عنده كوميونيتي اكوايرد نمونيا وجاك للاي سي يو، يو وود لايك تو بوت هم ان ميكانيكال فنتليشن. لو انك انت تقدر تحط في التعليق يعني شنو الميكانيكال فنتليشن سيتنجز يو وود لايك تو بوت ذيس بيشنت اون. هنا يعني ما عنديش فيسبوك لكن انت مجي يعني تقدر تمر على الفيديو لو انه حط الحلول بتاع هذا وتحاول كيف تصلحهم يعني وتشوف يعني شنو البست يعني ميكانيكال فنتليشن سيتنج. فيري نايس. ذكرت محمد الستيرويدز بكري في النيمونيا، هو احنا بنحاول مره نتكلم حتى على توبكس كي ريليتد فنتليشن. الستيرويدز في حاله الكوميونتي اكوارد نيمونيا ات واز فاوند تو ديكريز مورتاليتي، يعني احنا مرات نعطوا ناشنت البراكتس بتاعك في المستشفى نعطوا في مثلا 50 فور 5 دايز في سيفير كوميونتي اكوارد نيمونيا بيشنت اندد اب اون ذا ميكانيكال فنتليشن او بيشنت وذ ذا لو بلاد بريشر سيبتك شوك سيكندري اكوارد نيمونيا. نعطوا في ستيرويدز 50 فور 5 دايز ات واز شون تو ديكريز مورتاليتي. هذه 1 بوينت اعتقد نعرفش انت تتذكر على الستيرويدز. النقطه الثانيه في حاله طبعا السبسيز انه هو 2 بريسرز، لما نديروا 2 بريسرز والبيشن على الاي في فلويد ات ذات تايم وي ستارت ستيرويدز اللي هي هيدروكورتيزون 50 كيو 6 وحتى معها الفلودروكورتيزون تو نستخدمه فيها. المورتاليتي ليف ات اور تيك ات، في ا لوت اوف كونتروفيرسي ستاديز في فرنسا اللي هي ديكريز المورتاليتي وبعدين قالوا لا والله دازنا في، بس اي ثينك ان اليوجوال ريكومنديشنز ناو انك تو ستارت هيدروكورتيزون
of 50 Q6 after you start two pressors and IV fluid and septic shock. Yeah, لا والله أنا يعني أنا as a practice I love steroids. من الناس اللي يعني نحب الستيرويد هلبة الصراحة يعني والبيشنت تاعي whatever it like reach refractory shock like patient isn't refractory shock which is we can define like in the patient على 0.5 mics per kg per body weight نحكي in per minute sorry وعلى الفيزو بريسر معناه those high pressors وstill he's going up I know it's he's not volume depleted he's not volume responders يعني عطيتها فوليوم ودرت التسم تاعي كله متنكلم عليها مرة تانية وقاعد ما يركبش نعطي فيهم في هيدروكورتيزون ود أورال فلوديكورتيزون يعني زي ما قلت 50 Q6 and 50 أورال واحد من البيشن تاعي أمس كان في سيفير شوك ستارت على الهيدروكورتيزون اليوم يعني الصراحة على وان بريسر يعني I believe in steroids الحاجة الوحيدة يعني تخوف فيها لو البيشن فلو and he has steroids yes like otherwise I believe in steroids yeah ال الجزئيه اللي هي في الاي ار اس معلش محمد باش نطولوا احنا في الفيديو لكن معلش لو تعلق على الاي ار اس والستيرويدز since we talked about steroids in with acquired pneumonia steroids in patient with septic shock steroids with ARDS لو عندك اي طبعا ايه والله يعني كتعليق انا طبعا هم there is multiple studies like but the main study is Midori study what he did He had done it twice. يعني. He did it in the 19 something or 2007. الميدوري ستادي هذه اللي هي اندالت وشاف وعطيه ستيرويد عطيه اللي هو البريدنيزون وعطيه 1 ملغرام بير كي جي وعطاه within first 14 days. Again, now it decreased the days of mechanical ventilation. There is no effect in mortality. لكن there is no side effect. The same rate of infection, the same rate of everything. ما عدا في الفلو ARDS they found like maybe increase in mortality أو تعطيه بعد 14 يوم increase in mortality there is a very recent study شبحت المدة فات يعني في سبين I showed like 3 days ago to be honest I didn't know about it استعملوا الدكساميتازون قالوا الدكساميتازون it's more anti-inflammatory واستعملوه في within 30 hours from ARDS استعملوا حسب ما نذكر يعني 20 milligram of dexamethasone daily for 5 days and then 10 milligram for 5 days. Will go decrease mortality by 15% in ARDS. Will go decrease يعني حاف الارقام يعني قلت 3 ايام فاتوا بس قريتها يعني. 15% ولله محمد رسول الله وdecrease الميكانيكال فنتيليشن دايز يعني. طبعا تسالني تقول لي هل تستعمل فيه ما نستعمل سامحني. اي لا لا كمل. اي هل تستعمل فيه الصراحه احنا طريقه الاستعمال تاعنا Maybe the fourth or fifth days, the patient still ARDS, still deteriorating. We are planning to put him in ECMO, but we still like, oh, thinking like, oh, we did everything. Broning, antibiotics, we covered everything. And he's still sick? Yes, I start steroids. لكن مش على كل مريض طبي. أعتقد you agree with me, محمد, إن هو the usual senses about the steroids for the ARDS. ممكن first week, we don't know. Second week, there is maybe benefit, as you said. Third week, harmful. صحيح. أعتقد هذا general consensus about steroids في الـ ARDS. آخر سؤال اللي هو في حالة steroids will hospital acquired pneumonia. My understanding إن ما فيش studies in that particularly في حالة الـ hospital acquired pneumonia steroids. Unless there is something I'm not aware of. بس أغلب أعتقد على الكوميونيتي أكواد نيمونيا على البيشن والسيبتك شوك والفيري أعتقد على yeah. صحيح محمد بارك الله فيك باش نعطلوا شكرا تحياتي تصبح على خير